وكذلك باش نختم بالنسبه للعالم القروي درنا كذلك واحد برنامج استدراكي وتكميلي ديال مليار و200 مليون ديال الدرهم من اجل انجاز سدود تليه والسدود الصغرى. انا نعطيكم واحد الرقم، حنا ان شاء الله غنطلقوا في 2022 23 24 129 سد تلي. حنا في المغرب دابا الى يومنا هذا 135 فقط، اي حنا في ظرف 3 سنوات غنوصلوا للمستوى اللي كاين على الصعيد الوطني ككل، واللي كان مفروض انه اذا غنديروا واحد 40 سد في السنه في الوقت اللي العدد ما كانش يتجاوز 8 في بعض السنوات، ماشي بكيفيه. غنكريو كذلك الشاحنات التهريجيه باش نوصلوا الماء للمواطنين في الدواوير، وغنشراء كذلك بعض الشاحنات، وغنديروا كذلك وهذه مهمه جديده محطات متنقله لتحليه المياه باش نوصلوا الماء كذلك للمواطنين.